بعض الأئمة يا أبو عبد الرحمن، أمهات بعض الأئمة المشهورين، إلى أنها كانت السبب في التربية وفي لا شك أن الأم مدرسة. الأم مدرسة، صلاح الأبناء وتربية الأبناء تبدأ من الأم. ما هي الأب يأتي دوره يسقط هذه الأفكار التي والعواطف التي زرعتها الأم في هذا الإبن. فالأم مدرسة، إذا أعددت شعب طيب العراقي، الشعب يعود، والتربية على الأم، هي المربية الأولى، هي التي تعلم ابنها كيف يتعلم وكيف يتربى وكيف سلوكياته وأدابه، كلها يرضعها من أمه. فالأم لا شك أنها هي اللبنة الأولى في الأسرة وفي تربية الأبناء والبنات، وعليها المتكل، وعليها المتكل، هي اللبنة. الأب دوره يأتي بعد الأم، يأتي في إحضار المأكولات والمشروبات والسكن، ويتعب من أجل أن يوفر لهم الغذاء ليعيشوا. ثم أيضا لما يكبر الابن من السابعة، بعد السابعة يلزم والده يعلمه آداب المجالس، آداب التعليم، آداب الصلاة، فيذهب به إلى المسجد ليصلي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فمن إذا بلغ الطفل 7 سنين يبدأ والده يأخذه إلى المسجد، يأخذه إلى المجالس، يأخذه إلى الأماكن التي يتعلم منها العادات الطيبة والأساليب الطيبة والرجولة والشهامة، يتعلمها ويرضعها من الرجال الذي يحضر مجالسهم وعلومهم. فلا شك أن الأم هي المدرسة الأولى وهي الركيزة الأولى. لذلك يبدأ الرجل إذا أراد أن يبني أسرة طيبة يبحث عن الزوجة الصالحة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. نعم، في حديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها وحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما رزق ابن آدم مثل ما رزق امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في مالها ونفسها، وإذا أمرها أطاعته. فهذه المرأة الصالحة هي نعمة كبرى يتمتع بها الرجل. فلا شك أن الإنسان إذا أراد لأبنائه مكانة في المجتمع وقيادة في المجتمع، أن امرأة صالحة يضمها إليه حتى تربي أبنائه تربية صالحة تنفعون أنفسهم أولا وينفعون مجتمعهم الذي يعيشون فيه. فهذه لا شك أن هذه من أفضل الأشياء التي يبحث عليها الإنسان، هي المرأة الصالحة التي تربي له الأبناء. والولد الصالح يخرج من بيت صالح،